وفيات وأعمار الفيلم الهندي الشعلة إنتاج عام 1975. دار من دارا الميلاد 8 ديسمبر 1935 العمر 87 سنة. هيما ماليني الميلاد 16 أكتوبر 1948 العمر 74 سنة. أماتاب باتشان الميلاد 11 أكتوبر 1942 العمر 80 سنة. جايا باتشان الميلاد 9 إبريل 1948 العمر 74 سنة. سانجيف كومار تاريخ الميلاد 9 يوليو 1938 تاريخ الوفاة 6 نوفمبر 1985. أمجد خان الميلاد 12 نوفمبر 1940 الوفاة 27 يوليو 1992 العمر 51 سنة. جغديب الميلاد 29 مارس 1939 الوفاة 8 يوليو 2020 العمر 81 سنة.